هتسمعينا ايه؟ حابين تسمعوا ايه؟ انا احب اسمع صوتك في اي حاجة بتقوليها حقيقي. ماشي نقول ميلاد طه أكبر الأعياد، وبشر كل الخير والإسعاد. ميلاد طه أكبر الأعياد، وبشر كل الخير والإسعاد. يا أفضل الرسل الكرام جميعهم، يا أفضل الرسل الكرام جميعهم، أنت البشير لنا في يوم معاد، ورضاك عم المشرقين بنوره حين أضاء الكون بالميلاد. الله، ثواني. الله يا شيماء، بجد طبعا ده توشيح للشيخ طه فاشني. في تفريده وفي حاجات كتير، وفي ده شغل بطانه اصلا. فالموضوع بيتقال، انا قلت حته منه كده. شغل بطانه يعني تقصدي بيكون وراكي زي الكورال حد بيرد عليكي، صح؟ البطانه هي بتبقى اكتر من الكورال، او مش عارفه اقولها لك ازاي، دورها في الـ لا يقل عن دور المفرد. ايوه فهمك. يعني لازم يكونوا شيوخ تقال، صحيح. او يعني ناس مش سهله. فهمك كويس. فهماني؟ في ناس كورال بيبقوا كورال مرض بيردوا تمام، لكن البطانه هي لو ما رجعتش الشيخ لنفس ما يقوله خلاص في شغل. طبعا. طيب ميلاد طه، ميلاده طه شيخ طه فاشن ده من اصعب الشيوخ اللي في الدنيا. جدا. بما اننا بنتكلم عن شيخ طه الفاشن، يبقى ناخد كل اعماله الجميله، ويا ريت لو تقول لنا جزء من ايه بقى. ميلاده طه قلنا منها حاجه. قلنا منها تبقى لسه حالا. طيب الصلاه المحمديه ولا التعطيره الشريفه؟ الاثنين. انا شايفاكي محضره حاجات حلوه قوي. انا عايزاكي انت اختاري، انت عيشي وخليكي كريمه شويه لو سمحتي. حاضر. لا ما هي دي، ما كانش فيها كرم. دي كرم عشان البطانه، انت محتاجه حد يرد حتى 10. لا انا مفشني. طبعا طبعا طبعا. امان الله. طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله. بس كده، دي الصلاة المحمدية. بس كده حلوة قوي. هي بتبقى صلاة كتير طبعا. شو ما دي
صلاه كتير كتير طبعا، وكانت بتيجي على محطه القران الكريم كتير جدا جدا، وانا حافظاها معاكي. بصي الكنترول عمال بيقول لي احنا عايزين نسمع صوتها كتير. يعني بصي كلهم عزيزه ومحمود وكل الناس في طلب، يعني في طلبات قويه جدا مثلا لاجل النبي. نقول هل لاجل النبي معانا؟ اه نقول لاجل النبي او ام النبي. حاضر هنقول كله. يلا نقول كله يلا. ولو يا سلام لو نقدر احنا بنحتفل بقى بنحتفل. عايزه ميه اوكي انا هديكي من الحفلات. احنا لازم احنا النهارده يوم احتفال كبير. محتاجه ميه؟ لا تمام تمام خلاص يلا. انا جسمي عليل ودواه النبي وقلبي ملي زيارة النبي. انا جسمي عليل ودواه النبي وقلبي ملي زيارة النبي. لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي وعليك سلام الله يا رسول الله. عليك سلام الله يا رسول الله وعليك سلام الله يا رسول الله. عليك سلام الله يا نور عرش الله يا عريض الجاه يا خير خلق الله. بعثك إله علام أنزل عليك قرآن يا ورد هل وبان يا بشرى خير وسلام. أديت رسالة الله صلى عليك الله. أديت رسالة الله صلى عليك الله وعليك سلام الله يا رسول الله. أنا جسمي عليل ودواه النبي وقلبي ميل لزيارة النبي. أنا جسمي عليل عليل ودواه النبي وقلبي ميل لزيارة النبي. أنا جسمي عليل ودواه النبي وقلبي ميل لزيارة النبي. بحب النبي وأحباب النبي رامي حمولي على الله رامي حمولي على الله. وعليك سلام الله يا رسول الله وعليك سلام الله يا رسول الله. الله أفضل الصلاة والسلام.